أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن استقالته من تدريب الميرينجي بعد أن قاده لتحقيق لقبه الثالث على التوالي بدوري أبطال أوروبا. ودعا زيدان الصحفيين بشكل مفاجئ لعقد مؤتمر ظهر يوم أمس الخميس قبل أن يكشف عن توصل الاتفاق مع رئيس النادي فيورنتو بيريز يقضي بإنهاء عقده بريال مدريد. وتولى زيدان تدريب الميرينجي عام 2016 خلفا لرافائيل بينيتيز، ونجح بقيادته للفوز على أتلتيكو مدريد بنهائي دور أبطال أوروبا بركلات الترجيح، لتكون تلك المواجهة هي شرارة تحطيم الأرقام، حيث نجح بعد ذلك الريال بالحفاظ على لقبه بالموسمين الماضيين. وبات زيدان أول مدرب بتاريخ دوري أبطال أوروبا ينجح بالفوز بثلاث ألقاب متتالية، كما عادل رقم أنشيلوتي وباريزلي بالفوز بثلاثة ألقاب. وتحدث زيدان خلال المؤتمر بالقول: لقد اتخذت قراري بعدم الاستمرار بتدريب ريال مدريد.